لكن في جديد وفي مستجدات هناك في معسكر منتخب مصر في تونس. عايزين تعرفوا الجديد؟ تعالوا شوفوا الفيديوهات دي حصرية عندنا هنا في برنامج الأشبال من لاعبي منتخب مصر. يا جماعه احنا منتخب مصر احنا قاعدين، احنا كل اللعيبه احنا 14 لعيب سليم تمام، وفي 2 لعيبه ما كملوش القائمه، فيا ريت مصر تجيبهم ونبقى 16 لعيب هنكمل البطوله. لو سمحتوا لو سمحتوا عايزين الناس تقف في ظهرنا، احنا مش هينفع 3 سنين من عمرنا تضيع كده، احنا تعبنا 3 سنين تعبنا 3 سنين لازم نكمل اللي احنا فيه. يا جماعه لو سمحتوا احنا مش هنرجع، احنا بقالنا 3 سنين متجمعين وبنتعب وبنحاول ومش هينفع. عشان ايه كل ده؟ عشان ايه؟ احنا ذنبنا احنا اللي قصدنا يجينا كورونا. فلو سمحت يا جماعه ساعدونا بعد اذنكم، واحنا هنكمل ان شاء الله وناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنصعد باذن الله. بعد اذنكم حاولوا تساعدونا، ده جيل كامل مش فرقه 25 لاعب وهيخلصوا وهينتهوا، ده جيل كامل هيفضل قاعد 3 سنين وهيعلم بالناس اللي بتلعب. يا جماعه احنا مش راجعين، احنا تعبنا 3 سنين كاملين تعبنا، احنا مش راجعين. ابعتوا لنا 2 عشان نكمل، عشان نكسب الثلاث ماتشات ونصعد ان شاء الله. دي كانت رسائل منتخب مصر، والفيديوهات دي حصريه هنا برنامج الاشبال. زي ما احنا شايفين لاعبي منتخب مصر عربي بدر واحمد عيد ومحمود صابر وابراهيم عادل وعبد الرحمن عشري، دول لاعبي منتخب مصر. طبعا بعد البيان اللي عملته وزاره الشباب والرياضه ونسقوا عشان يعني ارسال طائره خاصه بكره عشان يعني عوده لاعبي منتخب مصر، ده كان راي مختلف. خلي بالكم منتخب مصر لو بيلعب النهارده ناقص قدام منتخب ليبيا ومش بالقوام الرئيسي كان هيفوز. ان احنا الافضل، احنا الافضل من منتخب ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. المنتخب ده على مدار 3 سنين تم اعداد قوي جدا، كمان عشان في لعيبه مميزه وبنشوفهم كمان منورين في الدوري الممتاز.